أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن اللجنة المركزية لحركة فتحة ممثلة بمفوضية التعبئة والتنظيم دعت كوادر الحركة داخل سجون الاحتلال للالتحاق بالإضراب باستثناء الأسرى المرضى وكبار السن والأشبال والأسيرات. وأضاف فارس في مؤتمر صحفي في رام الله أن الدعوة هذه ما هي إلا رسالة عميقة لدولة الاحتلال على أن رهانها بإنهاء الإضراب مصيره الفشل. في هذه الأثناء أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن الأسرى دخلوا مرحلة الخطر الشديد في اليوم 25 للإضراب عن طعام في معتقلات الاحتلال. كما أشار شومان إلى رفض إدارة المعتقلات التقدم بأي خطوة نحو حوار مع قادة الإضراب، ومؤكدا توحد الأسرى حول الأسير مروان البرغوثي والاستمرار بإضرابهم حتى تحقيق مطالبهم. كل 6 أسرى لديهم قارورة من الماء، سحبوا المنح من الأسرى وكذلك ساوموهم بتقديم العلاج لهم مقابل فك إضرابهم المفتوح عن الطعام، وأقاموا مشفى ميداني مقابل سجن الرملة وحاولوا ابتزاز الأسرى وعرض المأكولات أمامهم من أجل ثنيهم عن مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام. ميدانيا داهمت قوات الاحتلال قرية بيتيلو شمال غرب مدينة رام الله، وصادرت عشرات القطع الأثرية من حقبات تاريخية مختلفة، واعتقلت صاحب المنزل وفقا لما نشرته المواقع العبرية. في موضوع آخر، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن نسبة الاقتراع المسبق لقوى الأمن التي بدأت الساعة 7 صباحا بلغت حتى الساعة 10 صباحا 17.6% من مجمل رجال الأمن الذين ورد اسمهم في سجل الناخبين للاقتراع المسبق، وعددهم 11,000 ناخب تقريبا. وأضافت اللجنة في بيان لها أن اقتراع رجال الأمن سيبقى مفتوحا حتى الساعة 7 من مساء اليوم. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلها السنوي العام. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.